مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج منشأة الصحافة، نتناول خلالها أبرز عناوين الصحافة المحلية والصحافة العربية والدولية. ولمناقشة هذه العناوين يسعدنا أن نستضيف الدكتور فواز العجمي، أستاذ الإعلام في جامعة الكويت. أهلا بك دكتور فواز. حياك الله أختي فاطمة، ومسي عليك ومسي على المشاهدين والمشاهدات. بلا شك اليوم نستغل هذه الفرصة لنبارك للجميع بداية العام الفصل الدراسي الجديد، الفصل الثاني من عام 19-20، وهي رسالة لكل معلم ومعلمة. اليوم أمامنا تحديات عدة، أمامنا مهمة جدا، وهي خلق هذا الجيل الواعي الصاعد الذي نتمنى دائما أن يكون هو نبراس الكويت في مستقبل الأيام، وهو وقود الكويت في القادم الأيام. أيضا أولياء الأمور أمامهم مسؤولية كبيرة، يجب علينا جميعا أن نتحمل هذه المسؤولية في رعاية هذا النشء والحرص على هذا النشء ليتلقى تعليمه. رسالتي الأخيرة لإخواني وأخواتي الطلبة والطالبات، المسؤولية عليهم كبيرة والأمل فيهم المعقود عليهم كبير. الكويت دائما وأبدا تحرص على أبنائها، فاليوم هم هؤلاء النخبة من أبناء الشعب الكويتي، نتمنى منهم أن يحرصوا على دراستهم، أن يتأكدوا على الحصول على أعلى الدرجات بإذن الله في هذا الفصل. ونتمنى التوفيق لجميع طلبتنا الذين باشروا دراستهم في هذا اليوم. نستعرض الآن أبرز عناوين صحفنا المحلية بعد الفاصل. تنطلق جولتنا من صحيفة الأنباء التي كتبت أنه ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وتزامنا مع فتح باب نقل وتسجيل القيود الانتخابية الذي يبدأ اليوم، ستطبق الحكومة عدة إجراءات لمنع النقل الصوري للأصوات تصل إلى حد التجريم. وأضافت الأنباء أن عملية نقل العنوان والقيد الانتخابي جائزة قانونيا تنفيذا لقانون إنشاء هيئة المعلومات المدنية، بشرط أن يكون نقلا حقيقيا للسكن. أما إذا كان النقل صوريا وغير حقيقي فهو جريمة يعاقب عليها القانون مثل جريمة التزوير في محرر رسمي. وننتقل إلى صحيفة الجريدة، وهذا المانشيت: الكويت تؤكد موقفها المبدئي والثابت، فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأحمد الناصر: الكويت تقدر مساعي الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية. دكتور فواز، ما هي قراءتك لكلمة دولة الكويت التي ألقاها وزير الخارجية في الجامعة العربية بخصوص الوضع في فلسطين؟ دائما ما كانت الكويت مواقفها الخارجية مواقف مشرفة، مواقف نابعة عن حرص وطني، حرص إقليمي، حرص عربي، حرص إسلامي. أيضا دائما ما كانت تقف موقف الصادق في القضايا العربية والإسلامية، ولعل قضية فلسطين الكويت صرحت في أكثر من مناسبة بموقفها الواضح تجاه الحق الفلسطيني في القدس عاصمة لها. اليوم كلمة الوزير أحمد الناصر في اجتماع جامعة الدول العربية أكد للجميع أن الكويت تحرص على حدود 67 وتحرص على الحق الفلسطيني، رغم حرصنا أو رغم تأييدنا للمساعي الأمريكية في مسألة عملية السلام وأن يكون هناك سلام في المنطقة، وحرص على جميع وجهات النظر في هذه الناحية، إلى أن يجب أن يكون الحل بطريقة ترضي الجانب الفلسطيني وترضي وتطبق فيها المعايير الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية. القدس عاصمة فلسطين هي ما يبحث عنه دائما الوطن العربي، وما يبحث عن الدول العربية أيضا في هذه الجانب والدول الإسلامية. أن يكون الاتفاق بهذه الطريقة ويغيب الجانب الفلسطيني منه هو أمر مرفوض، ويعني أعلنت الكويت رسميا رفضها، وأعلنت الجامعة العربية أيضا رفضها في هذا الجانب. لذلك هذه الكلمة كانت واضحة المعالم وكانت صريحة العبارة بأن الكويت تدعم فلسطين في هذه الناحية وتدعم جهود السلام بشكل عام، إلى على أن تكون هذه الجهود وعلى أن تكون هذه الاتفاقيات مرضية لجميع الأطراف، وأن تكون وفق معايير دولية واضحة المعالم كما ذكر أحمد الناصر في تصريحه وفي كلمته خلال القمة.
وبالانتقال إلى صحيفة النهار، نقلت عن مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين قوله أنه لا يمكن الجزم بأن الصور المتداولة لرفات عثر عليها في العراق وقيل أنها تعود لأسرى كويتيين إلا بعد نقل هذه الرفات إلى الكويت وإجراء الفحص الجيني. كذلك نقرأ في صحيفة الكويتية تأكيد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف اهتمام الكويت البالغ بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية فريدة من نوعها. نتحول إلى صحيفة الوسط وهذا المانشيت: وزارة الخارجية للمواطنين لا تسافر الصين وللمتواجدين هناك غادروا فوراً. أما صحيفة القبس تناولت افتتاح الهيئة العامة للطرق أمس المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدائري السابع، وذكرت أن هذه المرحلة عبارة عن تطوير التقاطع بين الدائري السابع وطريق الملك فهد بن عبد العزيز بأربعة جسور متوازية. وإلى صحيفة الرأي وهذا العنوان: نايف الحجرف أكبر وفاء للقادة المؤسسين الحفاظ على الخليج بمقوماته وإمكانياته القوية. وفي عنوانها الشارح كتبت: تسلم رسميا أمانة مجلس التعاون من عبد اللطيف الزياني. منشط الصحافة مستمر معكم، حيث ستتناول الآن أبرز المنشطات في صحفنا العربية والعالمية بعد الفاصل. ونبدأ من لوموند الفرنسية التي كتبت في عنوان بارز: محمود عباس يعلن إنهاء جميع علاقات السلطة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. في خطاب ألقاه أمام جامعة الدول العربية أمس السبت، استنكر رئيس السلطة الفلسطينية الخطة الأمريكية للسلام في المنطقة. تعلق لوموند التي تنقل عن الرئيس الفلسطيني تأكيده أن الخطة الأمريكية انتهاك لاتفاقيات أوسلو الموقعة مع حكومة الاحتلال في عام 1993. عباس دعا حكومة الاحتلال إلى تحمل مسؤولياتها كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية. وتكتب الصحيفة الباريسية أن عباس شدد على أن للفلسطينيين الحق في مواصلة كفاحهم المشروع بالوسائل السلمية لإنهاء الاحتلال. وتلفت لوموند التي تذكر بأن السلطة الفلسطينية كانت قطعت بالفعل الاتصالات مع الإدارة الأمريكية في ديسمبر 2017 عندما اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويوم الاثنين قبل يوم واحد من إعلان الخطة الأمريكية، رفض محمود عباس مكالمة هاتفية من دونالد ترامب. دكتور فواز، الآن محمود عباس أنهى العلاقات مع الاحتلال وأيضا مع الإدارة الأمريكية، برأيك ما تداعيات هذا القرار؟ بلا شك اليوم يجب أن تحرص الحكومة الفلسطينية على أن تواصل هذا الموقف الحازم والواضح تجاه سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الاحتلال الإسرائيلي في مسألة قطع جميع الاتصالات، لأن لم يؤخذ بعين الاعتبار الموقف الفلسطيني من هذه القضية. لذلك حتى يكون هناك اعتبار للموقف الفلسطيني، حتى يكون هناك اهتمام بالموقف الفلسطيني، يجب أن يكون هناك حزم في هذا الموقف، ويجب أن يكون هناك ردة فعل واضحة كما فعل عباس في هذه الناحية. الحكومة الفلسطينية لطالما كانت جزء مهم من أطراف النقاش حول الموقف الأمريكي، موقف السلام في المنطقة وغيرها من الأمور، بل هي كانت المفاوض الوحيد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفي عدة اجتماعات حدثت بين الجانبين. لكن اليوم أن يتم نفي هذا الجانب وإلغاء هذا الجانب هو ما يجب أن يكون عليه في مثل هذا الموقف، حتى يرد اعتبار الجانب الفلسطيني في هذه القضية، ونتمنى أن يلقى صدى في سواء في الجانب الأمريكي أو الجانب الإسرائيلي. إذن هل ترى دكتور فواز أن السلطة الفلسطينية اتخذت هذا الموقف كوسيلة ضغط على الإدارة الأمريكية وأيضا سلطة الاحتلال؟ هو هذا جانب مهم في هذه القضية، أن وسيلة ضغط ووسيلة إثبات وجود. نعم. أن اليوم الحكومة الفلسطينية تثبت للجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي أنها لها موقفها ولها كلمتها، إن دخلت معهم في المفاوضات إلى أنه يجب أن توضع في عين الاعتبار هذه المفاوضات حتى أمام المجتمع الدولي في هذه القضية. حين يكون هناك تهاون من الجانب الفلسطيني في هذه الناحية سيكون هناك
هناك تقبل من المجتمع الدولي جميعه بما يسمى بصفقة القرن، وسيكون هناك يعني اتخاذ بإيجابية بجانب إيجابي. لكن أن ترد فلسطين وأن ترد الجامعة العربية بمثل هذا الرد برفض صفقة القرن بلا شك سيكون له تبعاته في الجانب الدولي وعلى جميع الدول العالم فيما يتعلق بالجانبين سواء الأمريكي أو الإسرائيلي تجاه هذه القضية. نعم. وبالانتقال إلى صحيفة نيويورك تايمز التي عنونت الجمهوريين يحجبون شهود المساءلة ويمهدون الطريق لتبرئة ترامب. التصويت الضيق جاء بعد أن قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنهم لا يحتاجون إلى سماع المزيد من الأدلة وضغطوا من أجل تبرئة الرئيس ترامب الأسبوع المقبل. تعلق الصحيفة وضع مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس ترامب على شفا تبرئة من التهم الموجهة إليه بأنه أساء استغلال سلطته وعرقل الكونغرس، حيث صوت الجمهوريون على عرقلة النظر في شهود ووثائق جديدة في محاكمة عزله، وأوقفوا الدفعة الأخيرة من قبل الديمقراطيين لتعزيز قضيتهم لإزالة الرئيس. تكتب نيويورك تايمز في تصويت شبه حزبي بعد نقاش مرير، فشل الديمقراطيون في كسب بتأييد الجمهوريون الأربعة الذين يحتاجون إليهم مع تبرئة السيد ترامب تقريبا. احتشد حلفاء الرئيس في دفاعه على الرغم من اعتراف البعض بأنه مذنب في المزاعم المركزية ضده. دكتور فواز، الكونغرس الآن يتجه إلى تبرئة ترامب، فهل سيخرج الرئيس الأمريكي من هذه المحاكمة أكثر قوة؟ هو من ناحية في المرحلة الحالية بلا شك تعتبر انتصار جزئي للرئيس ترامب أن الكونغرس قام بتبرئته في هذه الناحية، ولكن نتحدث عن انتخابات نوفمبر القادم بإذن الله فيما يتعلق بانتخابات الرئاسية وتنافسه مع الحزب الديمقراطي. جميع هذه الخطوات وجميع هذه الأدوات التي استخدمت لتبرئة ترامب في هذه المسألة، خصوصا مسألة حشد الجمهوريين وعدم إعطاء الفرصة لبعض الديمقراطيين بإلا بأصواتهم وما شابه، كلها أدوات ستستخدم ضده في مسألة الانتخابات وفي مسألة المهرجانات الخطابية التي سنشاهدها خلال الفترة القادمة. لذلك في مسألة قوته ستعطيه المجال لإكمال ما ابتدأ خلال هذه الفترة، فترة رئاسته، ولكن مع الانتخابات الرئاسية القادمة قد يكون لها ضررها وقد يكون لها انعكاساتها السلبية على ترامب في مواجهته للديمقراطيين. نعم. إذا بعد هذه المحاكمة تقريبا ما قيل عن عزل ترامب شبه من الصعب جدا، لأن مجلس الشيوخ بالنهاية صاحب القرار الأخير في هذه القضية، وإذا صوت بهذا الاتجاه الأسبوع المقبل كما في التقرير اللي تفضلت بقراءته سيكون هناك يعني صعوبة في عزل الرئيس الأمريكي، وسيكمل العشرة شهور أو التسعة شهور الباقية من رئاسته. نعم. ومن عناوين وول ستريت جورنال، ترامب وساندرز ينهيان الأسبوع على أرض صلبة، اتجهان يخلقان تركيزا أكثر حدة لمرحلة بداية الموسم الابتدائي مع مرور الوقت في اتجاه المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا. توصل كل الحزبين إلى تحولين مهمين، صعود السيناتور بيرني ساندرز بين الديمقراطيين والاقتناع بين الجمهوريين بأن الرئيس ترامب سينجو من المساءلة دون التعرض لأضرار حقيقية وسط دائرة ناخبيه الأساسيين. دكتور فوز، كيف ترى المواجهة الآن بين ترامب وساندرز في حال واصل هذا الثنائي تقدمه على باقي المرشحين؟ نتحدث عن ترامب صاحب الفكر السياسي الحريص على الجوانب التجارية بدرجة أولى، صاحب الحريص على رؤوس الأموال الكبرى في بالدرجة الأولى في أمريكا وما شابه. نتحدث بالمقابل عن ساندرز صاحب الفكر الديمقراطي الاشتراكي كما يطلق على نفسه دائما هذه التصريحات، لذلك هذا تنافس واضح. إن يعني صدقت التوقعات بفوز ساندرز أصلا في مسألة الانتخابات الحزب الديمقراطي وترشيحه رسميا كمرشح الحزب الديمقراطي، ساندرز له تاريخ كبير في مجلس الشيوخ، خصوصا بدأ كمستقل ثم انتقل إلى أن يكون أحد أفراد الحزب الديمقراطي للنزول في الانتخابات
الرئاسية، نزل في الانتخابات السابقة في 2016 وكان منافس قوي لهيلاري في الانتخابات، تغلبت عليه هيلاري في آخر انتخاباته، ولكن يبقى له حظوظه في هذه الناحية. ننتظر قادم الأيام، هناك أيضا منافسين أقوياء له في الحزب الديمقراطي، قد لا يتمكن أساسا من الفوز في هذه الناحية، ولكن سيكون منافس شرس لترامب في حال فوزه في الانتخابات. نعم. وبالانتقال إلى التايمز البريطانية التي تنشر رسالة من إيمانويل ماكرون إلى الشعب البريطاني، عبر فيها عن احترامه لرغبة البريطانيين في المغادرة، وهو خيار ديمقراطي تحترمه فرنسا دائما. لكن ماكرون أعرب في المقابل عن حزنه العميق للبريكست، مشيرا إلى أنه يفكر في ملايين البريطانيين من إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية الذين ما زالوا يشعرون بالارتباط الشديد بالاتحاد الأوروبي، وفي مئات الآلاف من المواطنين الفرنسيين في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين في فرنسا الذين يتساءلون عن حقوقهم ومستقبلهم. دكتور، ما الذي تغير الآن في علاقة بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا للكتلة الأوروبية؟ هو في تاريخ 31/1 الماضي تم رسميا الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ولكن ما يجب أن نعيد جميعا أن هناك فترة انتقالية تستمر إلى نهاية 2020 بإذن الله. سيكون خلال هذه الفترة مفاوضات بين الجانبين في مسألة ما يتعلق بالاتفاقيات الأمنية والتجارية والاقتصادية وغيرها من الاتفاقيات. ستتضح خلال الفترة القادمة، من الصعب التكهن عن صورة هذه العلاقة، ولكن سيكون هناك بلا شك مواقف مستقبلية، سيكون هناك اتفاقيات مستقبلية بين الجانبين ستوضح أكثر وأكثر هذه النواحي. ماكرون في تصريح عقلاني جدا، يمت عن اهتمام بالغ في مسألة مواطنينا ومواطنين البريطانيين، يدل على حزن فرنسا بخروج بريطانيا من هذا الاتفاق، وحالها حال جميع الدول الأوروبية الأخرى، كما ذكرت المستشارة الألمانية أيضا ميركل في تصريحات لها عدة أنها خسارة كبيرة أو حزن كبير على هذه الناحية. بلا شك خروج بريطانيا ليس بالأمر الهين، دولة لها ثقلها ولها اهتمامها ولها أهميتها في الجانب الأوروبي، سواء على مستوى القرارات السياسية سواء على المستوى الاقتصادي، ففي جميع النواحي الأمر ليس بالأمر الهين، سواء على البريطانيين أو أيضا على الأوروبيين في هذا الخروج. من هنا إلى نهاية 2020 ستتضح الرؤية بشكل واضح، وسيمكن لجميع الأشخاص التكهن بطبيعة العلاقة المستقبلية. نعم. وبالانتقال إلى صحيفة الجارديان التي عنونت محادثات التجارة، الاتحاد الأوروبي سيدعم إسبانيا بشأن مطالبات جبل طارق، اقتصاد الإقليم في خطر ما لم تتوصل المملكة المتحدة إلى اتفاق مع مدريد بشأن الملكية، سوف يدعم الاتحاد الأوروبي إسبانيا بشأن مطالبها الإقليمية لجبل طارق في المرحلة التالية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن طريق منح مدريد القدرة على استبعاد الأراضي البريطانية في الخارج من أي صفقة تجارية يتم إبرامها مع بروكسل. تكتب الصحيفة اللندنية، وعلمت الصحيفة أن الحكومة الأسبانية أصرت على الإشارة إلى جبل طارق في موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي الذي سيتم نشره في شكل مسودة يوم الاثنين، وسيعرض على بوريس جونسون خيار التوصل إلى اتفاق مع الإسبان حول مستقبل جبل طارق أو تعريض مواطنيه للخطر الاقتصادي بدفعه خارج أي صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. دكتور فواز، هل سيكون جبل طارق أول أزمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ نبتعد عن كلمة أزمة كثر ما هو كلمة يعني مواجهة حقيقية في مسألة العلاقة بين الجانبين، الجانب الأوروبي والجانب البريطاني، خصوصا بعد البريكست. من مثل ما ذكرت قبل قليل في مسألة الخروج ومن عدمه، هذه في مثل هذه المواقف يتضح وضع العلاقة بين الجانبين، الجانب الأوروبي والجانب البريطاني. هل بريطانيا قادرة على أن تكون مستقلة في هذه الناحية؟ ما موقف الاتحاد الأوروبي كاتحاد في بينه وبين بعض كدول؟ إذن إلى الآن الرؤية غير واضحة.
واضحة. الرؤية غير واضحة، وأيضا مثل هذه القضية ستوضح الرؤية أكثر وأكثر في قادم الأيام، حتى في مسألة المفاوضات. اليوم هذا مثال واضح أو مثال عملي واضح ممكن أنه يحدد طبيعة المفاوضات بين الجانبين إلى نهاية 2020 أيضا. نعم. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى مقال اليوم بعد الفاصل. مقال اليوم من الاندبندنت بقلم لاين سميث، عنوان المقال: المستقبل مشرق، لكن يجب أن نكون مستعدين للسير بدون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. موقف الحكومة هو أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لن يتم تمديدها، مما يجعل المحادثات مع الولايات المتحدة ذات أهمية حيوية. يؤكد الكاتب: المملكة المتحدة قد غادرت رسميا الاتحاد الأوروبي الآن، والمحافظون بحاجة إلى تذكير أنفسهم بأن المهمة لم تنتهي بعد. الآن تبدأ المرحلة الأكثر صعوبة والتفاوض على العلاقة في المستقبل. يكتب صاحب المقال: موقف الحكومة هو أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لن يتم تمديدها، مما يعني أنه يتعين على بريطانيا أن تكون جادة بشأن الانسحاب دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب يجب ألا تضع الحكومة كل أوراقها التجارية في سلة الاتحاد الأوروبي الواحدة. يعلق الكاتب: ومن الضروري الآن مع مرور الوقت الدخول في محادثات تجارية كاملة مع الولايات المتحدة بالتوازي مع محادثات الاتحاد الأوروبي. يرى صاحب المقال: الحكومة بحاجة إلى ضمان تقديمها أشياء ملموسة إلى مؤيدي حزب العمال السابقين الذين قرروا التصويت لصالح المحافظين للمرة الأولى. لقد صوتوا للتغيير، إنهم يريدون لأنفسهم وأطفالهم أن يروا تحسينات هائلة في الأماكن التي يعيشون فيها وحيوية بالنسبة لأفاقهم. تعد خطط زيادة الاستثمار في المدارس والخدمات الصحية جيدة، ولكن يجب على الحكومة أيضا إعادة استثمار الأموال التي تم الحصول عليها من نظام الرعاية الاجتماعية بعد انتخابات 2015. كاريكاتير اليوم من الشرق الأوسط، ولكن بعد الفاصل. دكتور فواز، هذا الكاريكاتير من صحيفة الشرق الأوسط، وهو تقريبا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما هو واضح أن بريطانيا والسفينة البريطانية أخذت نجمتها معها مغادرة للاتحاد الأوروبي، بلا شك هي موجة مرت فيها بريطانيا. المستقبل مجهول كما هو واضح في الصورة، بأنها تمر في بحر لا تعلم ما هي نهاية هذا البحر، لكن ستبين لنا نهاية إن شاء الله 2020 هذه الصورة، وستبين هل بريطانيا قادرة على المضي في هذا الانفصال أو إعادة النظر فيه والعودة إلى الاتحاد الأوروبي. نعم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة منشط الصحافة. أشكر ضيفي في الاستديو الدكتور فواز العجمي، أستاذ الإعلام في جامعة الكويت، شكرا جزيلا لوجودك معي. وأيضا مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.